السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. أريد أن أريكم يعني طريقة حذف أو إلغاء الدخول على حاسوبك باستعمال يعني الإيميل الخاص بميكروسوفت. يعني بعض الحواسيب أو بعض الأشخاص يعني عندما قاموا بفرمطة الحاسوب الخاص بهم يعني عوض أن يقوم بإنشاء حساب عادي أو يسمى لوكال أكاونت يعني في حاسوبه، قام بإدخال يعني الإيميل الخاص به، مثلا هوت مايل أو أوتلوك أو يعني حساب مايكروسوفت، قام بإدخاله، وعندما يعني أراد حذفه لم يجد يعني طريقة حذف هذا الحساب هذا. لذا أريد أن أشرح لكم يعني ما هو يعني ما الذي يمنعك من حذف هذا الحساب وما الذي يجب عليك فعله. إذن بالنسبة لي هذا هو الإيميل الذي أقوم بالدخول عليه على هذا الحاسوب، ولكي نقوم بحذفه فقمت ببحث يعني ويعني وجدت يعني إجابة من أحد من مايكروسوفت يقول أنه يقترح على الأشخاص الذين يريدون حذف هذا الحساب هذا أن يقوموا أولا بإضافة اللوكال أكاونت. سأريكم هذا يعني عمليا، ثم بعد ذلك تقوم بحذف حساب المايكروسوفت. طبيعة الحال هذه الطريقة، أنا توجد يعني مليون طريقة، أنا سأريكم الطريقة السهلة والتي سيستطيع القيام بها يعني الجميع. إذن أول شيء يجب عليك القيام به، فيجب عليك إضافة حساب آخر، وهذا الحساب الذي سنقوم بإضافته سيكون حساب عادي، الحساب الذي يعني يعرفه الجميع، اسم ومضباس ثم تدخل وليس إيميل. إذن سنأتي إلى بارامتر أو سيتينجز على حسب لغة الحاسوب يعني سيتينجز، ثم بعد ذلك نأتي على Account. أنا سأقوم بقراءة الكلمات بالإنجليزية حتى يفهم الجميع، ولكن يمكنكم تتبع معي يعني بالرموز، يعني هذه الرموز تكون على اليسار أو الأيقونات. إذن بالنسبة لي هذا هو حساب مايكروسوفت، فإن يعني أردت حذف هذا الحساب هذا فلن أجد أي مكان يعني لحذفه أو غلقه. لماذا؟ لأنه إن قمت بحذف هذا الحساب هذا فلن أتمكن من التحكم في الحاسوب، فلاحظوا معي، فيمكنني حذفه من هذا المكان هذا يعني مانج بي سي من هنا، ثم ادخل على يوزرز، ثم ادخل على يوزرز. لاحظوا معي هذا هو الحساب، يمكنني حذفه من هنا بطبيعة الحال، يمكنني حذفه، ولكن يقوم الحاسوب بتحذيري بأنني إن قمت بحذف هذا الحساب هذا فلن أستطيع يعني من الدخول وسأفقد البيانات و إذن سأقوم بإلغاء هذا الأمر هذا لأنه ليس لدينا يعني حساب آخر. سنقوم بإضافة حساب آخر ثم سيغلق بشكل تلقائي هذا الحساب الخاص بميكروسوفت. فلاحظوا معي الطريقة سهلة، نأتي إلى هذا الأيقونة يعني الأولى، ثم نقوم بالضغط على سو كونكت بليتو افيك ان كونت لوكال، او بالانجليزي اعتقد يعني كونكت يوزين لوكال اكاونت، يعني من هنا ستجدها هنا كونكت يوزين لوكال اكاونت، ستضغط عليها ثم سيقول لك هذا هو الايميل الخاص بك، تقول نعم سويفون او نكست. هنا سيطلب منك الباسورد الخاص بالايميل او البين على حسب انت يعني الباسوردات التي ادخلتها في ذلك الجهاز، فغالبا يطلب منك الباسورد الذي تستعمله كل يوم. إذا ستكتب هذا الباسورد هذا، ثم سيطلب منك اسم المستعمل الجديد، مثلا سأسميه بيسي ديل مثلا. إن كنت تريد يعني وضع مود باس تكتبه هنا وتقوم بإعادة كتابته هنا، إن كنت لا تريد يعني وضع باسورد مثلي أنا فستضغط next، أنا لن أضع باسورد. ثم لاحظوا معي هنا سيقول لي سدو كونكتي اي تيرميني، يعني لوغ اوت اند فينيش. ماذا سيفعل؟ سيقوم بغلق حساب الميكروسوفت، سيقوم يعني باللوغ اوت او سدو كونكتي يعني خروج، سيقوم بالخروج من ذلك الحساب ميكروسوفت، وس يعني يطلب منا الدخول بالحساب المحلي او لوكال اكاونت. اذا سأضغط هنا، لاحظوا معي اصبح لدي يعني الان حساب محلي، سأضغط سو كونكتي لانه ليس لدي باسورد.
جيد. الآن سنتأكد من الأمور يعني في 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 البارامتر يعني من هنا أو settings. لاحظوا معي لم يبقى لدي يعني إيميل هنا. ماذا أصبح لدي؟ أصبح لدي local account أو count local بالفرنسية. كذلك إذا دخلت إلى count أو account سأجد يعني pcdl count local ولن أجد الميكروسوفت. إن أردت إدخال حساب ميكروسوفت سأدخله من هنا يعني نفس الطريقة، سواء تدخل بهذا أو بهذا. يمكنني كذلك إضافة يعني مستعمل آخر، يعني إن أردت إضافة يعني حساب يعني آخر ليس فقط هذا فستضيفه من هنا بالطريقة، فهي سهلة يعني gestion de l'ordinateur أو manage computer هكذا. ثم ستأتي إلى users هذا الأيقونة هذه، ثم users. لاحظوا معي هذا هو الحساب المحلي الذي يعني أنشأنا قمنا بإنشائه، ويمكنني إضافة واحد آخر من هنا يعني add new user. ثم أقوم بكتابة مثلا PCHP مثلا، والباسورد لا بد من الباسورد في هذه الحالة، أعتقد لن سيجبرنا على إدخال الباسورد. ثم سنضغط سنقوم بإضافة باسورد. ثم سنقول لو مود باس نيكسبير جامي، يعني الكلمة المرور لن يتم يعني لن تنتهي يعني ستبقى مدى الحياة. إذا كخي جيد ها هو، لكن تلزمنا خطوة يعني إعطاؤه صلاحيات الأدمين. سأضغط هنا ثم Property ثم Member 2. لاحظوا الآن فهو يعني يوزر عادي ليست لديه صلاحيات. سأقوم بإضافة Administrator Administrator هكذا ما هكذا، أو ربما سنضغط Advanced ثم Recherche ثم نختارها من هنا، نختار هذا الخيار هذا، أو سنبحث إن كان هناك خيار آخر. لا يوجد خيار آخر، إذن سنختار Administrator أو Administrators على حسب اللغة التي لديك. ثم OK. لاحظوا معي سأقوم بمسح هذه القديمة هذه ثم OK. جيد، الآن لدي صلاحيات المستعمل العادي ولدي صلاحيات الأدمينستراتور ثم أوكي. الآن يمكنني الدخول عبر هذا الحساب الجديد بهالطريقة هذه. سأضغط على هذا الأيقونة ثم على هذا الأيقونة ثم لوغ أوت، يعني سأخرج من هذا الحساب المحلي وأدخل إلى حساب آخر. إذن سأضغط على PCHP، سأقوم بإدخال الباسورد، وبطبيعة الحال سيدخل، لكن سيأخذ بعض يعني شيء من الوقت. لماذا؟ لأنه سيقوم بإنشاء الملفات الخاصة بهذا الحساب، يعني document download desktop وهذه الأمور هذه. إذن هذا كل ما يخص بالنسبة لغلق حساب الميكروسوفت، حساب الميكروسوفت وتعويضه ب local account. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.